شاركت سعادة الدكتورة جليلة بنت سيد جواد حسن وزيرة الصحة في عمل الدورة العادية 60 لمجلس وزراء الصحة العرب في جنيف، وذلك على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية 77. واستعرض الاجتماع عددا من المواضيع الصحية المهمة من أبرزها التداعيات الصحية والإنسانية في دولة فلسطين، إلى جانب الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية 2024. كما تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز استخدام نهج اقتصاديات الصحة لتحديد الأولويات الصحية الأساسية ونظام الطبيب الزائر بين الدول العربية هذا وتضمن التوصيات الاجتماع تعزيز الخدمات الصحية وتطويرها بما يحقق طموح وتطلعات الحكومات والشعوب العربية الشقيقة